التعليم عضوا، وزير الثقافة عضوا، وزير الشباب عضوا، وزير المالية عضوا، رئيس اللجنة البارولمبية الليبية عضوا، رؤساء الهيئات الرياضية. فصل آخر في إنشاء الهيئات الرياضية، إشهارها، تكوينها، اختياراتها، شروطها، التزاماتها. مادة كذا: مع عدم الإخلال بنظام إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية ونظام اللجنة البارولمبية الليبية ونظم إنشاء الاتحادات الرياضية العامة الرياضية وما في حكمها من خدمات ذات صلة بالشأن الرياضي، وهي في ذاتها تعتبر قانون هيئات خاصة ذات الدفع العام وتتمتع بكافة الامتيازات التي أعدت أو أنشأت بموجب هذا القانون، ويشترط إشهاد لها اعتبار أموالها من الإعانة، عدم جواز تملك لعمل الهيئة وفق الشروط التي يصدر بها القرار من الوزير المختص. أنا أشوف أن معلش يعني كثير منا أو أغلبنا بالكامل أننا ما عندناش يعني مسودة القانون رقم 368 اللي يمكن تعديلها أو تنقيحها أو زيادة فيها أو نقصان. ما عندناش أي حاجة أي خلفية بخصوص مراجعة هذه المواد أو هذه القوانين اللي كانت صادرة في السابق اللي ممكن تعديلها أو زيادتها أو نقصانها. أو في المسودة أن تطرق لكل كل المجالات اللي في الرياضة بما فيها الاستثمار اللي أنت أشرته، لكن اللي موجود فيه قانون للأندية الرياضية وفيه قانون للجنة الأولمبية. القانون اللي بيصدر الآن إن شاء الله فيه باب زي ما مذكر الاسترشادية خاص بالأندية الرياضية وفيه باب خاص باللجنة. أن نستخشد هذا القانون بوضع معايير لمن يقود الحركة الرياضية في ليبيا من القاعدة. من القاعدة لازم توضع شروط ومعايير. طبعا اسم مهدي الصقلول، عضو لجنة إعداد قانون للرياضة في ليبيا، طبعا صفة مستشار قانوني، واحد أعضاء هذه اللجنة التي كلفت من قبل وزير الرياضة بإعداد قانون عام للرياضة في ليبيا. وقد باشرت اللجنة طبعا بعد وضع آلية للعمل من خلال توزيع العمل على مستوى المناطق، وباعتبارنا أحد أعضاء اللجنة في المنطقة الثالثة التي تشمل مناطق الجنوب، باشرنا اليوم في اجتماعنا الأول بالمنطقة بحضور العديد من الإخوة المهتمين بالنشاط الرياضي والخبراء في هذا المجال لمناقشة العديد من النقاط المتعلقة بصياغة هذا القانون ووضع آرائهم في من ضمن مقترحاتنا لهذا القانون، وذلك لإثراء النقاش حول هذا المشروع. ومن خلال هذا النقاش طبعا سجلنا العديد من الملاحظات التي أثرها هؤلاء الخبراء، وسنعمل بها من خلال عملنا داخل اللجنة العليا، وربنا إن شاء الله يوفقنا في هذا الشأن بإذن الله. الله والصلاة والسلام على رسول الله علي محمد خليفة بقراصة رئيس رابطة أدنية الجنوب. اليوم في قاعة السلام بمركز المعارض بتمن هند شرفونا الأساتذة من اللجنة العليا، الأستاذ محمد أبو دبرة والأستاذ رضوان بوليفة والأستاذ أحمد عبد المجيد سيف النصر والأستاذ مهدي الصقلول والدكتور صالح العطرش. شرفونا بهذه اللجنة مكلفة من وزارة الرياضة بإعداد مسودة قانون الرياضة في ليبيا. شرفونا بوجود كافة الأندية الرياضية في المنطقة الجنوبية والاتحادات الفرعية وفروع الرياضة في المنطقة الجنوبية وكافة المهتمين بالنشاط الرياضي. والحمد لله يعني أن الليبيين أو الوسط الرياضي مهتم بالقانون وألقوا كلمات بالفعل كانت مدروسة، والقانون هذا مهم جدا جدا يعني ينعكس دوره على تنظيم الأندية والمعايير اللي متوفرة في إدارات الأندية حتى يصل إلى إدارات الأندية يصلها إلا الكفاءات والناس المعتمدة حتى يتم ممارسة النشاط في بأجواء صحية وبأجواء نظيفة، وحتى بعدين الناس اللي يخرجوا من الأندية على مستوى الاتحادات أو اللجان الأولمبية يكونوا على مستوى عالي من الكفاءة. والقانون هذا ينظم الأندية في كافة الألعاب،
ويضع المعايير الصحيحة لإدارات الأندية، يضع المعايير الصحيحة للمنشطات، يضع المعايير الصحيحة للاستثمار في الأندية وكافة ما يتعلق بالرياضة في جميع المجالات.